عامل خط البلاد وكارثة كبيرة جدا جدا حاصل في دولة السودانية، والناس بيعانوا معاناة حقيقية يعني فعلا يحدد حياة البشر. ونحن نقول من هنا تعاطفنا الكامل مع أهل في الشمال والوسط، وإن شاء الله ربنا ينجيهم من هذه الكارثة. ويعتبر يا جماعة كبير عملتها يعني منشور وقلت إنه دايرين نشوف أخلاق الشعب السوداني اللي احنا شفناه في القيادة العامة في الكارثة اللي يعني بلادنا هنا، اللي زمان في القيادة العامة الناس بيقولوا إنه يعني لو عندك قوت والما عندك شيل، يعني ده كانت أخلاق الشعب السوداني اللي نحنا شفناه، وده الدولة السودانية اللي نحنا شفناه في القيادة العامة. نتمنى إنه نشوف الكلام ده في كل الشعب السوداني اللي حسي كارثة اللي الدولة السودانية قاعد يعاني فيها. يعني كارثة ده كارثة كبيرة جدا، ممكن بعد الشعب السوداني ما منتبه في الشيء ده، حاجة ده كارثة كبيرة ممكن يحدد حياة البشر الشعب السوداني في أي مكان. لكن السؤال الحقيقي اللي أنا جاي أطرحه للشعب السوداني هنا، أين ما يسمى بالجيش؟ أين أجهزة الأمن؟ أين هذه الناس؟ وين ديل؟ وين الشركات الكبيرة من الكارثة اللي هسي قاعد يحصل ده؟ شباب صغار في الشوارع بيشوفوا شوالات بيجيبوا حاجات بيرمموا الشوارع والجيش نايمة. نحن من زمان قاعدين نقول لكم يا جماعة الحاجة اللي بتسموه قوات الشعب المسلح ده كان زمان ما عندكم حاجة اسمه جيش، ما مصدقيننا. لكن هسي كده شوفوا بينكم يا جماعة، أي دولة في العالم ده حصل فيها كارثة، سواء كان سينامي هنا في آسيا ولا كاترينو في أمريكا ولا في كل المحلات ده، الناس اللي بيجي بيقفوا في حالات الكوارث الكبيرة هم القوات المسلحة أو الجيش بيجي بيقف، لأنه دي ناس عددهم أكبر وده مهمتهم إنه يحموا الشعب لما يكون في حالة صعبة. ما ممكن إن الجيش يقعد يتفجد، لأنه أنت قوات حامل الشعب في أي خطورة، ما فقط في الحرب، في أي خطورة كارثة حصل لدولة السودان أنتوا مفروض تكونوا في خط الأمامي، تموتوا قبل الشعب السوداني ده. عشان كده أنت سموكم قوات الشعب المسلح، ما سموكم أبا الساكت. فأي كارثة حصل مفروض نحن نشوف الجيش السوداني ده يقف قدام الشعب السوداني ده، لو في حجارة هو ذاته يشيل يخط، لو في شوالات الجيش السوداني ده واقف ها يحمي ده أصلا لو عندكم جيش. لكن يا للأسف هسي الجيش بتاعكم يعني عليك بشمت، الجيش بشمت والشرطة بشمت في الشعب السوداني، كل الأجهزة النظامية شامتين في الشعب السوداني إنه غيروا النظام السابق ده، بقول لكم خلوا خحاتة يعملوا لكم حام ويا تعملوا شنو. يعني ده بوريكم إنه الأجهزة ده ما حقتنا نحن، ما حق الدولة السودانية، أجهزة تابعة للأحزاب وولاهم كله للأحزاب بايدة وكده. لو ما كده لو جيش ده فعلا جيش وطني، والله جيش كان نظر بدون أوامر ويقف مع الشعب السوداني ده وخطه ذات التروس وآلات. الحاجة الثانية يا جماعة، في شركات كبيرة جدا في الدولة السودانية ده، فيها تراكترات فيها بلدوزرات فيها حاجات ممكن يكفر الموية ده في لحظة واحدة. ليه الشركات ده ما بتساهم؟ خلي الشركات لكم، حتى مواطنين ساكت. انت يا جماعة انت كمواطن سوداني يعني تشوف انه مواطنين سودانيين بيخربوا الشركة بتاعك ده، ما دار تعطل في يوم واحد فقط عشان تمشي تتطوع. هسي لو شركات الكبيرة ده عملوا نفير ده، في ذول كاتب الكلام ده على اللي جيتوا رايت جميل جدا، واحد من الشباب كاتب يعني منشور جميل قال ماذا اذا يعني تبرع الشركات الكبيره بتاع التراكترات والبودوزرات ده وجو اشتغلوا يوم واحد بس، عملوا ها هم ذاتوا عملوا الحواجز بدل ما هجاروا الكباري الشباب دي شغالين، كان خير اشياء كبيره جدا، كان بيغير اي حاجه ممكن يوقف لنا عمليه بتاع هيجان بتاع المويه ده، لانه دي اليات كبيره. لكن للاسف دي الناس متبردين، ما بيعتبروا انه شعب ده تعبيلهم اساسا، لانه ناس النظام السابق ده بيعتبروا نفسهم هم ما تعبين للدوله ده اصلا، كانوا الناس نزلوهم من فوق كانوا بيحكمونا وكل حاجه، هسي هم مسيطرين على كل شيء في البلد ده وبيتفرجوا على الشعب السوداني بيخرج، عاجبهم جدا ما عندهم مشكله. اليوم لو اي شركه من الشركات الكبيره زي ودى تراكتر واحد وبلدوزر واحد محل الشباب ده قاعدين يقفلوا بالهجاره ده، هو قفل الحاجات دي كله في لحظه واحده وبيمشي. وخاصة الشركات الأمنية عنده الكلام ده، وشركات الجيش كل الناس عندهم كل الآليات، ليه قاعد يتفرجوا على الشباب؟ ليه قاعد يتفرجوا على الشعب السوداني وهو بخرج؟ بعد في دول يجي من الشمال ولا من الوسط يجي يدافع لي أن الجيش السوداني، يقول لي لا 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 جيش وطني ونحن ما نتفرد فيه، ولا لا لا ما تتفرد فيه بتاع شنو؟ هسي شوف جيشك ده عمل لك شنو؟ هل جيشك ده جاوقف معاك أنت وقاعد يموت معاك أنت لما قاعد تموت في الأعراء؟ جاوقف معاك؟ ما وقف معاك، ليه ما في؟ ليه غياب تام للجيش السوداني على الأرض؟
ليه ما قاعدين ينظروا مع الناس ويشوف ما ده شغلهم هم. كلام ده ما شهداء ولا هنا أي حاجة. أي مكان من المفترض إنه في كارثة كبيرة زي ده كل أخوات النظامية ده بنزل على الأرض بيشتغل إلا السودان. ليه؟ ليه الجيش السوداني يتفرج للشعب السوداني يخرج إذا أساسا في جيش؟ عشان كده أنا قاعد نسمي ما يسمى بالجيش السوداني أساسا ما جيش السودان، ده جيش الكيزان وجيش ما يسمى بالأحزاب، ما عندهم علاقة بالدولة السودانية. إذا أساسا هم عندهم علاقة بالدولة السودانية وعندهم أصلا حس للشعب السوداني ده، والشعب السوداني بيخرج بالطريقة اللي هم هسي بيخرجوا فيه ده، وفي آلاف من الجيوش في السودان ده، ها قيادات، ها لو نزلوا بس ها ألوية جنب الدولة السودانية، لو نزلوا يعني مثلا القيادة اللي قاعد في شنباط وقاعد في صوبة وكرري ومن بس حوالي الخرطوم ديل بس، خلي ولايات الثانية كان ده الجو قفل بتكارثة ده يا اخي. في بلداننا هنا يا اخي عشان كورونا ساكت، كورونا الما بتعجب ده، باحيانا اذا شد ده بينزلوا الجيش بقفلوا اي حاجه، بينزلوا الجيش في الشارع. الكلام ده لا حكومه قادر يعمله، لا قياده الجيش نفسه قادر يتطوع عشان يعمل الكلام ده. هل ده يعتبر انه نحن دوله فيها نظام وفيها سيستم؟ ها بعد ده يا جماعة لازم تفهموا إنه أنتوا ما عندكم الآن لا جيش، لا عندكم قوات نظامية، لا عندكم أي حاجة، بالذات الأهل في الشمال والوسط أفهموا الكلام ده كويس. ما تضعفوا أن النازل نازل عبارة عن شلاليات ومجموعات ما عندهم علاقة بالشعب، ما عندهم علاقة بالشعب، غالبا هم بنسبوا نفسهم للشمال والوسط. إذا كان الضباط الكبار بتاع جيش السوداني الهسي اللي بنسبوا نفسهم للشمال ومحتلين أي حاجة باسم الشمال ده، من المفترض أمروا الجيش ده جوقف قدامكم هنا، حملوكم عمليكم كباري، هموا أهلكم من الخارج. الكلام ده ما بيعملوه لأنه هم بيعتبروا إنه أنتوا عسيتوا على الكيزان، وهم تعبين للكيزان ما تعبين للدولة السودانية. ولاهم كله ولا لليال الأحزاب يا للكيزان. بلد كلها بخرك، لا نشوف جيش، لا نشوف شرطة بيشتغل مع ناس، لا نشوف أي واحد من القوات النظامية يشتغل مع شعب السودان. يا أخي شباب صغار أعمارهم 17-18 سنة بيشيلوا حجارة والشوارع مع النسان، داير يقفلوا مع النسوان عشان يقفلوا شوارع بالشوارات ما قادرينه. ودولة يعني جيش عندها كل الشركات وعندها كل العاليات الكبيرة ماسكة حاجزة قاعد بها وبتفرج للشعب يخرج، وبعد نجي نسميه ده قوات الشعب المسلحة. نعم تيران كان بضرب يا خالد، ده كلام براو، ده كلام براو. تيران كان بضرب ديلك برضو، نفس الأمراء ديل زمان كانوا يجوا يضربوكم في دارفور بالطائرات ده، عشان كده ديل ما عندهم ولا لأي زول، لا عندهم ولا للشمال، لا عندهم ولا للغرب، لا عندهم ولا لأي زول. ديل عبارة عن مجموعة مجرمة استولى على الدولة السودانية ده. وحسي ده ملامة لأي شركة، وخصما بالله لو زول مواطن ساكت. عنده شركات كبيرة، شركة فيها عاليات بتاع دفن وحفريات والحاجات ده، وما مشى شارك في الكارثة ده، يعتبر خيانة، يعتبر خيانة. من المفترض تمشي تشترك في كارثة الهازك هاسي حاطي للأهل هناك، ناس قاعدين يموتوا انت شركاتك ده، بعدين تعمل بوش ونزعت له شعب السودان كلها خرج وماتت. ها ده كلام شنو ده؟ كلام فارق القاعد يحمل يحصل ده. يعني نحن هسي دولة سودانية، نحن في 2020 يعني لا حكومة عامل مصارف مياه للمدن ولا أي حاجة. هسي خرطوم ده، والله خرطوم ده أحسن منه يعني زي ما تقدر تقول كده، الناس بس عايشين في شوارع سايد ما في أي حاجة. خرطوم ده أصلا ما مدينة، مدينة لا عنده تخطيط، لا عنده مصارف مياه، لا عنده أي حاجة. زمان الخواجات يعني المستعمرين طلعوا أفضل منكم. مستعمرين كان في أريا الصغير بتاع خرطوم 2 وخرطوم 3، ها السوق العربي، المحلات ديل، محل شنباط وبحري، المحلات الكلوس العاصمة الحقيقية ديل عملوا لهم مصارف مياه للسكان، كان ما يزيد من عددهم أكثر من 10,000 ولا حاجة زي كده. هسي سكان خرطوم بقى بالملايين، ولسه نحن شغالين بنفس المصارف بتاع مياه ده. كل الحكومات المتعاقبه ما زادت ولا مصرف واحد بتاع مويه. خيانه، خيانه للشعب. بعد تجد من يدافع لهؤلاء، يدافع للناس ده على اساس ارقي، على اساس اثني، على اساس فارق، يجي يدافع للناس ده، دمروا الدوله السودانيه ده ودمروا الشعب السوداني ده، ها وكل حاجه بيمشي في جيوبهم. لا بفهموا لك دول ولا بفهموا اي حاجه غير احزابهم، غير حاجاتهم، ما بيفهموا لك اي زول تاني. هسي اليوم ده لازم تفهموا انه من اليوم ده يا شعب السوداني لازم تفهموا انتوا لا عندكم جيش، لا عندكم امن، لا عندكم شرطه، لا عندكم اي حاجه من الحاجات دي. والا لو حاجات ده التنظيمات ده لو قاعده كان شفتوه وقفوا قدام الشعب السوداني ده وحموا الشعب السوداني ده، على الاقل هم يخرجوا قبل ما يخرج الشعب السوداني.
لكن وين؟ بعد ذاك يجوا الحكومه ده قاعد كده الشعب يخرج، بعد ذاك يمشوا يطلعوا لنا يمشوا زيارات ويشوفوا الشعب كده يقول لهم ايوه انتوا خرجتوا يا اخي يا سلام يا اخي والله نحزن للحاجه ده وشنو وكلام فارغ وبيجوا راجين، يعني شنو تمشوا زيارات؟ تمشوا زياره لشنو؟ تعملوا عشان تعملوا شنو؟ يا اخوانا ما تشتغلوا لنا بعقليه بتاع نظام البايد. نفس الشغله ده زمان نظام البايد ده يحصل كارثه هو ذاته ممكن يقتل الناس ويمشي لهم زياره يكفر لهم يكفر لاهلهم يقول لهم يا اخي كفاره يا اخي والحاجه ده والله محزن ونحن معاكم وكلام زي ده. ده سلوك بتاع نظام الفات. انتوا ما تستغلوا نفس السلوك لو تعتبروا نفسكم حكومه الثوره. يا اخي انتوا لو مشيتوا كان مشيتوا معاكم بلدوزرات تراكترات قفلتوا المويه ما تمشوا بأرقابكم انتوا ذاتكم تبقوا تكلفة للناس اللي مشيتوا ده يحاولوا يستضيفوكم يعملوا لكم حاجات ها ده كلام فارغ. اي وزير داير يمشي زيارة ها لمكان عشان الكارثة اللي حصل ده مفروض شايل معاه حاجات شايل معاه اولا دي كمية من الاكل والشراب والإقاسة للناس ديل ها حاجة تانية شايل معاه اشياء يقدر يحجز به موية على الاقل لو بلدوزر اثنين ثلاثة يعملوا به حواجز تراكترات شنو ودوا احجز به الموية. ما تمشي تمشي تعمل شنو يعني؟ يعني الناس عاجبهم انت بس تيجي تقف كده قدامهم في وشهم كده تقول لهم كفاره وتمشي يعني؟ دي الحاجه المفيد يعني؟ ده كلام فارغ اللي قاعد يتعمل ده كلام اكثر من فارغ ها؟ دوله سودانيه ده وقسما بالله لو ما انتوا عملتوا حسابكم ولو ما عرفتوا حقيقتكم ها؟ بعد يطلع لي زول سوداني يقول لي نحن ما دايرين معونات بتاع اسرائيل، ما دايرين معونات بتاع هنا، داير يجيك معونات من وين؟ من الدول العربيه؟ هل دول العربيه حتى الان في دوله جا قال لك جاب لك معونات منتظر انه الدول العربيه يجيب لك معونات ولا افريقيه ولا اي دوله اخر؟ الان شعب السودان يتاكد تماما انتوا طلعتوا لا انتوا لا فارقه لا عرب اكد لكم كارثتكم ده تماما انتوا تعالين بين بين زي ما بيقولوا يعني لا 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 الافارقه بيعرفوكم انتوا افارقه ومتعاطفين معاكم في كارثتكم ده ولا عرب معترفين بكم اساسا عشان هم الناس اللي عندهم امكانيات على الاقل يساعدوكم. أنا متأكد الكارثة ده لو كان حصل لمصر ها ولا حصل لليمن ولا أي دولة من دول العربية ده كان تشوفوا طائرات ها أفواج بتاع طائرات مشوا دعموا الناس وعقازوهم عملوا لهم حاجة. لكن لنا في ناس أنتوا لا عندكم به علاقة لا من قريب لا بعيد ها عشان تموتوا عشان تقتلوا فيها من شعب بتاعكم عشان تخرجوا شمال ده كله ها اتجاه كسرة سوري اتجاه أدبر ها ها أقصى الشمال ده خرجوه لسه على مصر عشان يعترف لهم مصر بالأوروبا بس ما أكثر من كده عطب وحضارتهم وكل حاجة ها وأنكروا الإفريقية حقهم عشان يعترفوا لكم العرب ويخلوكم ها اليوم العرب عملوا لكم في الخارج بتاعكم ده انتوا هسي خرجانين ده أوروبا اللي انتوا متمنينه عشان خرجتوا بلدكم عشان سويتوا الحاجات ده هسي عمل لكم شنو؟ أسألوا نفسكم عشان ما تجوا تدعوا لنا حاجات فارغه، حاجات لا انتوا تشبهوهم ولا ناس بيشبهوكم، لا عندكم معاه حاجه، بعد اليوم ده الشعب السوداني يبقى شعب سوداني يعرف نفسه انه هم سودانيين وليس الا. لكن تلسككم في شعوب الثانيه ها؟ خاصه اي زول افتح لونا داير يقبل من زول الثاني ها؟ هو مثلا لو مسائل بتاع لون ومسائل بتاع هنا، كان حبشوا الاريتريين ديل افتح منكم لون احسن منكم في اي حاجه، كان يدعوا الاوروبا. وكان خرجوا بلدهم زي ما هسي ناس إذنهم إذا وإنهم كالكرامة هسي أبي أحمد ده عمل سد يا الناس رفع راس بلده انتوا ناسكم حرامية عمل لكم السد اللي هناك ده بالعكس يعني شالوا القروش عملوا أي حاجة ما عنده أي علاقة بالهناك. فالآن السودان يعرف نفسه ما في زول يجي يقول لنا احنا ما دايرين دعم بتاع اسرائيل وما دايرين دعم ليه اسرائيل انتوا عمليه انسانيه ولا حاجه ثانيه؟ يبقى في واحد قاعد يقول في اللايف قال لي قال اسرائيل ده قال لو هو جاد خليه يدعم الفلسطينيين والسوريين محتاجين جنبه هنا، وانت مالك بقى السوريين وفلسطينيين؟ والسوريين فلسطينيين شكله زي شكلكم انتوا خرجانين ديل؟ قاعد يخرجوا؟ بلدانهم عندهم مصارف مياه، بلدانهم مبنيه، ها فلسطينيين انت قاعد زيك انت يا مسكين؟ ها؟ انت لا تساوي نفسك مع فلسطين في الامكانيات؟ بعد ده انتوا تشيلوا من حقكم البسيط ده تعطوه لفلسطين فقط للاعتراف لكم بالاوروبا. وبرضه فلسطينيين ما راضين انه يعترفوا لكم بروبتكم وبيجي بيسبوكم كل مره بالعبيد وبحاجات فارقه. وبعد ده انتوا لاصقين فيهم. تيجي يقول لي احنا ما نقبل قال بدعم الاسرائيلي، وانتوا لاقين دعم بتاع اسرائيل؟ واسرائيل سوى لكم شنو اصلا؟ عمل لكم شنو كده اسرائيل ده؟ لو سالتكم يا شعب السوداني، اسرائيل عمل لكم شنو خطا؟ ها
يا اخي اسرائيل عنده مشكله مع فلسطين في 60 هم وفلسطينيين كلهم، انتوا مالكم ما مالوا؟ ده حاجرين نفسكم في الوسط ده لشنو يعني؟ ها؟ حسي ان احنا في كارستان ده ان شاء الله يدعمنا اسرائيل، يدعمنا امريكا، يدعمنا اي دول جاي يدعم حاجه انساني ده. ما عندنا علاقه بالدين، ما عندنا، عشان كده ذاته نحن من لعبة سياسة الدولة والحوس الربوبه والشعب السوداني ده كلهم عايشين على حوس ديني كده في روسهم ده، ما قادرين يميزوا ما بين ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وما بين نفسهم ما بين اوروبا والحاجات كلها ملخبطينها كده شابكينه. زول اسود ازرق يعني راسه قرقي دي انا عارفه زي انا اللي بتكلم هنا ده ونافذ نفسه عربي نافق نفسه هنا وخدت نفسه في مكان كده اصلا ما معروف وداير يمشي يموت قدام العرب ذات فيه وكوارث بتاع العرب. مالكم على الناس دي انتوا يا اخي ما عندكم بو علاقه. فدولة السودانية المفروض يتعامل مع اسرائيل، يتعامل مع فلسطين، يتعامل مع اي زول التعامل. خلوا فلسطين يجيب لكم معايا، خلوا فلسطين ده يجيب لكم الدعم زي ما في واحد من الناس كتب هسي ده، خلوا فلسطين تقولوا انه اسرائيل لو عنده حاجه خليه يمشي يدعم به فلسطين، فانتوا عارفين انه هسي نص الشعب الفلسطيني ده مش عايش في اسرائيل، عارفين الكلام ده؟ اكثر دوله